طبعا مشكلة أن يكون الإنسان معتدي ويرى بنفسه كمية هذه الاعتداءات وهذا الظلم على الآخر، هناك فرق كبير بين أن يكون الإنسان يدافع عن أرضه ويحاول أن يجلب حقه وأن يكون معتدي على الآخر. دعونا نستشرف ذلك من أروقة الطب النفسي مع الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي. دكتور جمال، تحياتي. فرويز، عفوا، دكتور جمال فرويز، أستاذ استشاري الصحة النفسية، أهلا بحضرتك. دكتور جمال. أي يا فندم، صباح الخير، أهلا بيك. يعني كثيرا ما نسمع عن انتحار جنود في صفوف الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال، ويمكن هذا لا يكون بعيدا عن أيضا حالات الانتحار التي سمعناها أيام حرب الخليج وحرب العراق في الجيش الأمريكي. فكرة أن يكون الجيش معتدي وليس مدافعا، هل تؤثر على صحة النفسية للجنود؟ بص يا فندم، دائما عندنا مقولة البي تي اس دي أو عصابة بعد الصدمة، ده بتحصل في بعض الافراد الغير مؤهلين نفسيا لدخول الحروب. نعم. النهارده اي حاجه زي انت بتدخلها لازم يكون في تاهيل نفسي لدخول هذه الايفنت او هذه المعركه. النهارده في بعض الافراد بتبقى عندها بعض المشاكل النفسيه قبل الدخول في المعركه، وعندما تبدا المعارك في بعض الاستشارات بتحصل، بعض المشاكل او الضغوطات اللي بتحصل بعد ما بالحروب بتبدا تهدى شويه، او بتبقى عزل هذا الانسان، ابتدى تظهر عليه بعض الاعراض النفسيه، بعد كده بتبدا عزله عن العمل العسكري، تبدا تنشط هذه الاحداث مع مجرد اي حدث بسيط جدا بيعمل حاجه اسمها ري اكسبيرينس اوف ذا باد ايفنتس، اكترار الذكريات السيئه او تذكر الذكريات السيئه. مع اكترار الذكريات السيئه بتبدا الاحلام والكوابيس السيئه بكل ما يلم بهذا الحدث، بتبدأ نوع من التعرق الشديد مع مجرد هذا الحدث الصغير جدا، يعني صوت، أنا آسف، كاوتش، صوت شكمان عربية، شكمان موتوسيكل، مجرد صوت، أي صوت بيستثيره مثل إطلاق النار أو الانفجارات. نعم تمام يا فندم. تبدأ الاستثارة، فبتبدأ التعرق الشديد، تبدأ اللعثمة الشديدة، بيبدأ جفاف الحلق، رعشة شديدة في الجسد. طيب دكتور جمال، يعني يمكن الدراسة كمان احنا بنتكلم فيها، و كثير من أطباء الطب النفسي العسكري بيتكلموا أن الظاهرة الجديدة الغير مسبوقة في الجيش الإسرائيلي، وهي أن الجنود ينتحرون أثناء الخدمة. يعني حضرتك بتتكلم عن يعني الجند اللي انتحر ده انتحر بعد 20 سنة بعد تسريحه من الجيش، لكن الآن هم ينتحرون داخل الخدمة. ما ده يا فندم معناه عدم التأهيل النفسي. ده شغلي كطبيب كطبيب نفسي عسكري سابق، وان اشتغلت الرساله بتاعتي في انجلترا على هذا الموضوع، وكان من ضمن الشغل بتاعنا برضه شغل على الجماعه في حرب اكتوبر واثناء حرب اكتوبر. نعم. كانت نفس القصه، ان هم غير مؤهلين. انت بتدافع عن، لا مش بتدافع عن ارضك، خد بالك. نعم. احنا هنا التاهيل النفسي، ومن ضمن التاهيل النفسي والاستعداد النفسي لاي معركه، ماهيه هذه المعركه، عقيده هذه المعركه. انا العقيدة بتاعتي كجندي مثلا مصري أو المقاتل الفلسطيني بيدافع عن أرضه لتحرير أرضه، أما الجندي الإسرائيلي مش كلهم، في إشكالات وفي صفدين، في صفة، في ناس جاية لمجرد أرض الميعاد، وفي ناس جاية لمجرد إن هي هتاخد أجر مقابل هذا العمل. اللي جاي ياخد أجر مقابل هذا العمل عدم الاقتناع تام بالمشكلة وبالعقيدة العسكرية اللي هو بيدافع عنها، هنا بيكون عرضة، وخصوصا من هم لديهم أي أعراض نفسية سابقة بيكون عرضة أكثر للدخول. نعم. في الاكتئابية وعصمة بعد الصدمة. فبالتالي لما بيدخلوا في عصمة بعد الصدمة بيبدأ الانتحار مبكر. وإحنا قلنا يعني إن شاء الله رب العالمين لسه الكيان ما شافش كل كمية المشاكل النفسية اللي هتيجي. المشاكل النفسية مش هتيجي بالكم المتوقع بنسبة عالية جدا إلا بعد الانتهاء التام من الحرب. نعم. طول ما الحرب مستمره في ناس لسه ماسكه نفسها، مجرد الانتهاء من الحرب هتبدا الاعراض النفسيه. اعتقد اللي بيبقى موجود دلوقتي لا يمثل اكثر من 1-3%، ولكن الزخم الاكبر هيكون بعد انتهاء. نعم. الحرب. نعم. من المشاكل النفسيه اللي اكبر. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا الدكتور جمال فرويز، استاذ الطب النفسي، كنت معي عبر الهاتف من القاهره.